أحبابي مستمعي ديوان فام وين ما كنتم، ونبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش ما يكونوش معاكم الصغار أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث فما ما يفجع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. قضية اليوم صاروا أحداثها في عام 2012 في عنابة، أهم المدن الساحلية في الجزائر الشقيق وجارة الوادي، يعني واد مجردة، واللي المنبع متاعه يبدأ من سوق أهراس. وكما تعرفوا عنابة ما تبعد كان 80 كيلومتر على تبرقة، والوقايع انطلقت في ضاحية البوني، ثالث بلدية من حيث السكان في شيرة عنابة، ومع بداية القرن الحالي صار فيها زحف عمراني كبير أساساً من سكان الأرياف. والمشهد بتبيعة يشبه للي قاعدين نشوفه فيه في أغلب المدن الكبيرة في البلدان المغاربية، مباني فوضوية وديار عمرها ما تتليق، ومتراكن اليجور الأحمر، وأدنى المرافق غايبة تماماً، كما حي الميتين. ميتين ساكن، حي شعبي لم أساساً الطبقات الفقيرة. في نفس الإطار وفي دار من ديار حي الميتين كانت ثم عائلة متكونة من 8 أفراد، البو والأم، 4 أولاد وزوز بنات، يعيشوا كما كل العائلات المحدودة الإمكانيات والدخل. لكن وقت اللي صغار كبروا مشاكلهم كبرت معاهم، الكلهم ما كملوش قرايتهم، اللي خرج من الابتدائي واللي ما خلطش للبكالوريا، كما فارس اللي عمره 27 سنة، وعادل اللي عمره 25 سنة وفي الحبس، كيما أخوهم الكبير فريد اللي عمره 29 سنة ودخل في مسيرة متاع بطالة، كيما أخوه حمزة الصغير بالكل واللي عمره 18 سنة. هو زاد شد الثنية اللي شدوها أخواته. صراحة أخويا حبس لكم برا ومن برا ومن داخل. في نفس هالسياق فارس واللي عمره 27 سنة كان يخدم في محطة غسيل متاع كراب، عاد الخوه بناي، وبتبيع الخدمة متاعهم ما هيش قارة، يعني مرة الفوق مرة اللوطة، وخاصة عادل اللي ساعة ساعة تجيه أيامات متاع بطالة، وأساسا في الشتاء لأنه الميسرة متاع البني تنقص. لكن في أواخر 2011 عادل باش يلقى روحه في وضعية لا يحسد عليها، المقاول اللي خدم فيه ما خلصوش، وبتبيع طالب بحقوقه وتعارك هو إياه، ولقى روحه مطرد ورصات له لا خدمة لا قدمة. وهذا هو اللي حكاه عادل لبوه وأمه، ويمكن الحقيقة مغايرة وما يعرفها كان هو. مختصر الحديث، عادل بعد جمعتين من اللي تم طرده من الخدمة تغير بشكل كبير، ولا جابد روحه تماما من بقية العائلة، منزوي ما يحكي مع حد، بما فيهم أمه اللي كانت المسكينة تحاول باش تخفف عليه المشكل. شد بيته اللي يرقد فيها هو أخوه فارس، وديما مسكر على روحه، وحتى كي يخرج ما يعرفوهش لوين ماشي، ووقت اللي يرجع يدخل البيت ويتكب ويرقد. خواته حاولوا باش يفهموا شنو اللي صار له وعلاش أموره ولات هكاكا دوم ما خرج من الخدمة، لكن الجواب متاعو هو الصمت، ما حكالهم على حتى شيء. وكي لحوا عليه يدخل في حالة عصبية كبيرة، يخافوا منه ويسكتوا. وبالتبيعة على أم عادل ولابوه جال بالهم اللي ولدهم ولا يتعاطف المخدرات بأنواعها، مزت له الحبوب الهلوسة كيما الألاف المؤلفة من الشباب، واللي تجار السموم والمافيات اللي وراهم يطيحوهم في فخ الإدمان، وبالتبيعة يقضيوا لهم على مستقبلهم، وطموحاتهم وحياتهم تولي في دائرة مفرغة ما بين الغياب والغيبوبة على هالعالم. والشباب وقت اللي يستهلكوا المخدرات وجيهم مونك، معناها النقص والحاجة الماسة ليه، هذا بتبيعها وقت اللي ما يلقاوش باش يشريوا لحرابش أو الزطلة، يدخلوا في حالات اضطراب نفساني، والنتائج متاعو عادة ما تكون اختيرة برشا. شيشة بلينا خضرة كان جاوي ديك مقاوي بكيف أنا شيك وطمان قالوا ما زلنا واقفين
يا منجي ايه جاب الحال وصبري عيش اسيري مستقبل غامض هادو سنين يا ديزيسبيري بالتليفانة يا حرب الشاب جا جا خلينا نرجعوا بس وانا هي ولدي ديروا لك يا مكه لا حول ولا قوه الا بالله يا ولدي درك ما جيتها ما تاع ادمان خطيرة ويلزمو يتعالج، لكن عائلته ما عندهاش الامكانيات، وبالتالي اكتفات بوصفة طبية عادية على امل انه عاد اللي يهديه ربي ويحاول يبطل هالسموم اللي يستهلك فيها. في مجريات هالاحداث ليامات الاولى بعد ما خذاها كدواء الحالة متعادل تحسنت، لكن فجأة تنزد غرق ولا من الصباح لليل ممدود على جراية منه للقاعة وما لابس شي من الفوق رغم البرد والسخونتري، عينيه ديما مسكرين وإذا فاق راهو باش يتكيف جونتا معناها سيجار متاع زتلة وإلا باش ياخد حربوشة متاع هلوسة. نود عم تجيب صفة واحد موت شوف الدخان زي ما شوف الراحة زي عم بالك رجعت شو في الخماش نود أقول ديش صفة واحد موت. وفي الواقع الشيء اللي خلاله أعصابه مرخوفة وديما راقد هو الدواء اللي اعطاهوله الطبيب. وانتم راكم تتسائلوا منين قاعدة تجيه الزتلة والطفل بطال ما عنده حتى مدخول والحالة العائلية متعدارهم على قدها. المعلومة اللي يلزم تعرفوها أنه خوه عادل اللي أكبر منه يعني فارس اللي يخدم في محطة غسيل الكراهب هو زادة يستهلك في المخدرات، لكن ما وصلش للحالة متاع خوه عادل واللي هي في درجة متقدمة من الإدمان. باختصار فارس هو اللي كان يجيب الخوه عادل في الزطلة والحرابش، واللي كانت تعطي في الفلوس وفي الحقيقة مغلوبة على أمرها هي كالأم المسكينة ما عندها حتى حل آخر، هاي كتنحي من مصروف الدار وتعطي لولادها الاثنين. البوزة دايمد، لكن في الأغلب مفوض الأمور هذه لمرته، معناها هي اللي تربط وتحل، وربما كانت ماخذ عليه لف وهي تسير في كل شيء والبو في وضعية هاني معاكم لا تنساوني. باقي وفي نفس هالسياق العائلة كانت تقول للجيران فيما يخص الحالة متاع ولدهم أنه عادل مريض ويحاولوا باش يقنعوهم أنه من تحت يديهم يعني أرواح شريرة هي المتسبب في الحالة متاعو، لكن الناس في معظمهم يعرفوا أنه الإدمان هو اللي متسبب له في كل شيء. والمسألة ما وقفتش عندها الحد، لأنه الأمور باش تولي أخطر دوب مع عادل بطل الدويات اللي اعطاهم له طبيب واللي في الحقيقة كانوا معاونين وعلى الأقل باش ما يدخلش في حالات هستيرية أو في تصرفات عنيفة مع المحيط متاعو، يعني عائلته واللي بالطبيعة هي أول ضحية للحالة اللي ولا فيها عادل. في المرحلة هذه من القضية علاش ما تقولش أنه المخدرات زادت قربت الأخوة من بعضهم، معناها فارس وعادل ولاو متلازمين ما يخالطوا حتى حد، وكي يخرجوا يمشيوا للقهوة وما يقعدوا كان مع بعضهم بعاد عن الأخرين، وبما أنهم يبدأوا وقتها تحت تأثير المخدرات تلقاهم يضحكوا ويقولوا في كلام غريب
الشيء اللي خلى الجماعة متاع الحومة يعتقدوا اللي هما فعلا مختلين عقليا، ولاو يتجنبوهم ما يحكيوش معاهم أصلا لأنهم يخافوا من التصرفات متاعهم. بالنسبة لفريد اللي موجود في الحبس، يعني خو فارس وعادل، هو اللي كان معاون أم وبوه على أخواته الاثنين، وخاصة عادل هذا قبل ما يتربط، وهو اللي كان يهز فيه للسبيطار وساعات يخرج هو وياه باش يبدل له الجو. لكن دوب ما تربط الأمور تعكرت، وعادل من وقتها ما عادش يخرج من الدار، ما عدا يمشي يدبر طرف زاتلة ولا حرابش. وكما تعرفوا ما كانش صعيب بالكل باش يتزوج، لأنه في كل البلدان المغاربية هالسموم هذو موجودين في كل حومة وفي كل زنقة، معناها اللي ديلور يعني اللي يبيعوا المخدرات موجودين في كل بلاصة، والشبكات اللي تخدم فيهم حاضرة في المدن وحتى في الأرياف، والسلطة ياما تجاوزتها الأمور وإلا فيها برشا متواطئين مع المافيا متاع المخدرات. ياك في مجريات هالأحداث. الموقف اللي كان غريب في الحكاية هذه هو موقف البو والأم، والظاهر أنهم ما همش فاهمين اللي قاعد يصير، لأنه عدة مرات لقاوا رواحهم في وضعيات من المفروض يفيقوا على رواحهم ويدركوا أن أولادهم مدمنين ويلزمهم حل، لكن هما جدت عليهم حكاية اللي أولادهم ممسوسين، معناها متوكين أو متخلفين عقليا، والسبب هما القوى الخفية من جنون وغيرهم. وهذاك علاش كل مرة في هكا الحومة الجيران يسمعوا في هكا الدار البنادر والدنيا تعجعج بالروايح متاع البخور، ويشوفوا هكا اللي مسمين رواحهم الشيوخة ويديهم تجمد الماء داخلين خارجين على العائلة هذه. وكما سبق وقلنا لكم، الأم هي اللي قائمة بالدار الكل والصغار، وهي اللي تعمل كل شيء، وهي اللي تحل المشاكل الكل، خاصة أمور الفلوس. وعادل كانت المطالب متاعه برشا، وبالأخص وقت اللي خرج من الخدمة، لأنه الأمور زادت تعست، ولا كل يوم يشرط على أمه باش تعطيه مصروف، وهو بتبيعة باش يشري بيهم المخدرات، لكن في كل مرة هي ترفض، حتى لين ولا بيناتهم خلاف لا ينتهي، كل يوم يتعاركوا وصياحهم يتسمع عند الجيران الكل. واللي من المفروض يسيطر على الأمور هذه هو البو، لكن كان غايب تماماً، مستقيل من دوره كرب العائلة، معناها الأمور مخليها سايبة. وبحكم اللي أمه كانت ترفض باش تعطي الفلوس الولد عادل، هو يحاول باش يسرقها، وعدة مرات تشد ويبربشلها في الساكوش متاعها، وإلا حال القلص يفلت فيه ويلوج تحت الحوايج يلقاش فلوس، وإلا ذهب يهز يبيعه، لكن ما يلقى شيء. ووقتها يدور على أمه ويقول لها وين قاعدة تخبي في الفلوس، هي تحقر وما تجاوبوش، تخليه يعارك وحده، وخاصة تعرف أن وقت اللي يشدوا المونك يعني نقص المخدرات يتحول يولي إنسان آخر. وهاو جايكم الحديث فيها التطور هذا من القضية، علاش ما تقولش أنه في نهار من النهارات عادل قام على الصباح بكري منفخ تنفيخ بالعرق، وفي حالة ماهيش عادية، وفي حاجة لحرابش الهلوسة أو الزطلة، واللي مستانس ياخذ فيهم كالعادة، لكن ما عندوش فلوس، وما ثم كان أمه اللي باش توفر له الشيء هذا. وهي خرجت وقضات للفطور ورجعت، وإخواته ما كانوش في الدار، اللي يخدم يخدم واللي خرج يطير في القلق. المفيد أنه عادل كان راس وراس أمه، مشالها للكوجينة ولقاها تركب في طنجرة، طلبها في فلوس، قالت له منين جاني ما عنديش، قال لها لا نعرف اللي عندك تخبي فيهم، توا تعطيني مصروفي. وبالطبيعة كان يسيح على أمه وكشاكش وطالعة، قالت له هذا ربي وأنا تحت وفرانك ما تشوفوش، وحتى لو كان عندي فلوس ما نعطيكش. ما عنديش عارف يا دي مرحبا يا دي مرحبا منين حنجيبك صباحش معايا بالبارح يا عيشة. ولهنا عادل مكنت ورعشة غريبة، عينيه زعزت وقريب يخرجوا من بلاستهم، وسيح وزادت لعه،
ولا يتهدد عليها وقال لها راني نقتلك. الأم كانت مستانسة بالحالة هذه متاع ولدها، ورغم هذا ما حاولتش بالكل باش تهديه، وإنما زادت طلعتها معاه، وهو باقي يتهدد عليها ويقول لها راني باش نقتلك راني باش نقتلك، ويحاول فيها عدة مرات. ووقت اللي أيس وتأكد اللي هي ماهيش باش تعطيه فلوس، حل باب من البيبان اللي تحت الرخامة متاع الكوجينة وجبدك ليا بيب، يعني مفتاح أنبوب من الحجم الكبير أكل يحلوا به البولونات وغيرهم. قال لها توا تعطيني فلوس ما كانش نطير لك راسك. هي قالت له ليه ومستحيل نعطيك فرانك، وعاد الفاجئها بضرب على قوة قوته في قبعتها. الأم المسكينة تفاجأت وما كانتش تتوقع أن ولدها من صلبة بش يضربها حتى ولو أنه مريض، لكن حساباتها غالطين، والدم فيسع ما فيع ومشال الحيط وكساها، وهي المسكينة طاحت ملطوخة ما في عينها بلا وبقات تنزف. وعاد الموقفش زاد في الهستيريا متاعه، وبقى يخزر للجثة متاع أمه ويسيح ويتحرك من بلاصة لبلاصة، يدور في هكا المساحة متاع الكوجينة كالثور الهايش، ويكسر في كل شيء، لسحنا الكيسان الدبابز. الحاصل هكا الكوجينة قلبها سفيع على عاليها، وما يمشيش في بالكم اللي يرجع له شاهد العقل، بالعكس ما فاقش أنه المرأة اللي ضربها هي أمه، وما سمعش التوسلات متاعها باش ما يقتلهاش، لكن هو باقي يسيح ويتهدد ويقول في كلام غريب. ومن بعد كركرها من ساقيها باش يخرجها من الكوجينة، وهي المسكينة تستغاث. ومن بعد يا لندرا شنو اللي يخطر له، ورجع لك البيبان اللي تحت الرخامة وبدا يحل فيهم بالباب بالباب بالمارو بالمارو، وجبد منهم سيف، سيف بالحق ماهوش متاع تفليك، وهبط على اليد متاع أمه طاير لها صوابعها الكل، وبتبيع الدم ولا خارج بكميات غريبة، والأم من قوتك الوجيعة فقدت وعيها تماما. في نفس الإطار الفاجع والدامي اللي باش تسموه غريب وعجيب ويقشعر البدن، لكن باش نلطفوا الأمور قد ما نجموا، وكما سبق وقلنا لكم بعد ما عاد القص الصوابع متاع أمه بكسيف بدا يكركر فيها واد متاع دم وراها. وفي اللحظة هذيك أخوه فارس تقل وشاف هكا المشهد، ومن المفروض يجن جنونه ويدخل في سينة أخرى عالشي اللي شافه، لأنه ما لها إلا أمه اللي قاعد يكركر فيها أخوه ودمها سايل، ومن المفروض يتدخل ويحميها من أخوه. لكن هذا الكل ما صارش، لأنه فارس ما عمل حتى ردة فعل، وكأنه بالنسبة لي أمر عادي جدا، معناها أمه باش تموت ما زالت شادة في شعرة ودمها سواقي، وصوابعها اللي تقصوا بقاو تحت الطاولة متاع الكوجينة، وهو ولا يعاون في خوه ويخرج فيها معاه. وباش ما نفوتوكمش بالحديث، فارس وقت اللي دخل هو بنفسه كان مزدول وفاقد تماما باش يميز شنو اللي صار، وما عنده حتى إدراك للواقع اللي قدامه. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، عاد لأخوه فارس كركروا أمهم وهي فاقدة للوعي، لكن مازالت حية تتنفس، أما ضيعت برشا دم. وبقاو يفكروا في الطريقة اللي باش يتخلصوا منها، والفكرة أنهم يطيشوها في مكان ما يفيق بيه حد. أشنو هالمكان؟ هو حشاكم القمة الكبيرة اللي كانت موجودة في وسط الدار، باش تفهموا قمة أو قمة البشاعة اللي قاموا بها هزوز أخوة في حق أمهم اللي جابتهم ورضعتهم وكبرتهم. الحاصل كركروها حتى الغادي، نحاوها كالغطام تاع الرقارة أو البلوعة اللي كان معمول بالسمان ورزين، ويلزموا زوز من الناس باش يتهز، ومن غير لا شفقة ولا رحمة طيشوا أمهم في وسطها وهي ما زالت حية تتنفس. ولا واحد فيهم ضميره تحرك ورجع على القرار متاعو. لكن السؤال المطروح، الأم ما زالت حية ومرمية في بلوعة في وسطها كالدار، هذا الكل ما هو باش يفيق بها حتى حد؟ في هالمرحلة هذه من القضية ومن البشاعة اللي أنا شخصيا عمري ما سمعت بها، وأكيد أنتم زادة، عادل وفارس واللي الأسماء متاعهم هما أسماء أضداد ولا تمت بأي سيلة للي تحملوا من معاني، زادوا في الفضاعة والوحشية اللي الحيوان ما يكسبهاش، لدرجة أنه الشيء اللي بيش يقدموا عليه
يصدم حتى الناس اللي قلوبهم كاسحة، لأنهم بعد ما طيشوا أمهم في قاعة كالبلوعة وهي مازالت حية والمسكينة السقوط متاعها كان سبب في العديد من الكسور في بدنها، سمعوها اثنين وتتوجع، ووقتها قروا باش يقضيوا عليها تماما. واحد منهم مشى جاب حجرات كبار كانوا محدوتين في تركينة في وسط الدار، وبداوا يرميوا فيهم على أمهم بالحجرة بالحجرة، وكل حجرة وين هبطت عليها، على راسها، على كتافها، على يديها، حتى لين المسكينة سكتت تماما وولات جثة هامدة مهرسة تهريس ومغمومة بالحجر. وفيها المشهد الجنائزي، هكا الزوز أخوة الأعداء للأمومة بعد ما تأكدوا اللي هي فارقة الحياة عاودوا سكروا هكا الرجارة ورجعوا للكوجينة، نظفوها من الدمومات ولموا هكا الماعة المكسرة وسيقوا القاعة بجافيل وغسلوا الحيوت ونشفوا كل شيء ونظفوا أدوات الجريمة، يعني هكا الكليا بيب والسيف، ورجعوهم لبلايسهم. ومن بعد مشاو لبيتهم بدلوا حوايجهم وقعدوا يتكيفوا في الزتلة وكأنه نهار عادي كيما النهارات الأخرين. شنو اللي قاعد يدور في مخهم ما نسقوش الأحداث. وراح تمك في تسلسل هالأحداث، البو روح للدار وتفاجأ بالغياب متاع مرته، خاصة وأنه يعرفها ما تخرج من الدار كان في الصباح على أساس تقضي وترجع وما تمشي لحتى بلاصة أخرى، وفي العادة كي تخرج تهز معها مفتحها، وكي تبدأ في الدار تخليهم في كوبة الباب من داخل. والبو لاحظ اللي هما موجودين في الكوبة ما تهزوش، وهذا اللي زاد حايره. وقت اللي تخلي الكوجينة يلقى عادل قدام الغاز يطيب في قهوة وعامل فيها مولى الدار مش لهنا. سأله على أمه وينها، عادل جاوبه بكل صحة رقعة وين نعرف عليها، لاهي بيها أنا. ووقت اللي جات بنته الكبيرة قال لها راني روحت وما لقيتش أمك، وحتى مفتحها ما هزتهمش، وطلب منها باش تكلم خالتها بالك شي مشيت بحذاها. وهذاك هو اللي صار، طلبت خالتها ومن بعد دارت على أخوالها وحتى الناس القراب من أمها ما بين أحباب وجيران، لكن حتى واحد منهم معطاها خبر. بالنسبة للبو وأولاده الأخرين ما عدا فارس وعادل، اختفاء الأم ما يخلي كان احتمال واحد أنه صارت لها حاجة من نوع عملت أكسيدون أو حاجة أخرى، لكن بقاو يتسائلوا ويطرحوا في عدة فرضيات على أساس شنو الدافع متاع غيابها وين مشات. البو المسكين ما كان عنده حتى حل آخر سوى أنه يستنى لعل مرته تروح للدار، وهوكا كما يقولوا الغايب حشته معاه، مع العلم أنه إذا كان باش يمشي للشرطة باش يقولوا له يستنى على الأقل تفوت 24 ساعة. وجات التماسي غربت الشمس طاح الليل، جات العشرة العشرة ونص، وهكا البو صغار وعلى ريقهم ما كلاو حتى شيء. البنية الكبيرة دخلت للكوجينة باش تطيب أي حاجة يتعشاوها، وفجأة يسمعوا في سيحة زعزعت الدار. تفاجعوا ومشاو يجريوا لمصدر الصوت، وغادي باش يلقاو البنية الكبيرة واقفة جامدة في بلاصتها وعينيها زعزعة وفمها محلول طاقة وكأنها تشلت على الحركة، وتشير لهم بصبحها تحت الطاولة وهي مرعوبة. ودوب ما طلوا يلقاو سبع آدمي لاصق في ساق الطاولة، ثبتوا يلقاوها سبع متاع امرأة. بقاو يتسائلوا كيفاش صبعها تقص وبقى غادي، والبو قالوا لهم بالك شي أمكم قصت صبعها بصفة عرضية ومشيت للسبيطار باش تداوي، لكن من المفروض تهز صبعها معاها على أساس يلقفوها وينجم يرجع. ولهنا البو بدا يخمم في أتعس الفرضيات، معناها المسألة متاع اختفاء الأم ماهيش حالة عادية، وبالوقت مشى للشرطة وحكى لهم على اللي صار. في ترابط هالأحداث الأمنيين خلطوا عاين وهكا الكوجينة وهزوا هكا الصبع بحثوه للمعمل الجنائي، وبداوا يبحثوا على الأم لأنهم ولاو متأكدين اللي هي تقتلت والمسألة فيها جريمة صارت في الدار، ويمكن الجثة زادة موجودة غادي على عين المكان. الشرطة استعانت بفرقة الأنياب اللي جابت كلب باش يطلع لهم أي أثر يعاونهم على اكتشاف البلاصة اللي موجودة فيها الأم.
ولهنا البو بدا يشك في ولاده فارس وعادل اللي ما همش مهتمين بالكل بالخوذة اللي ولات في الدار ولا بالبوليسية اللي قاعدين يفركسوا في كل بلاصة. فارس كان ممدود في بيته يتكيف وعادل موش موجود كالاندرا لوين مشاه، والتصرف هذا يتسمى غريب بالنسبة لواحد أمه تفقدت وتنجم تكون اتقتلت. والبو كما قلنا لكم ولات عنده قناعة أنه فارس وعادل هما اللي قتلوا أمهم الاثنين. لكن زعم شنو اللي عملوا لها؟ قصوها تروف تروف وحطوها في شكاير ولوحوها وإلا دفنوها في الدار. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هاك الرجارة جات في ذهن البو وقال للبوليسية حلوها وشوفوا في وسطها، لكن هما كيف اللي استبعدوا باش تكون غادي، خاصة وأنه الكلب متاع البوليسية شم هكا الدار الكل وما لقاش ريحتها. ولهنا الشرطة وقت اللي مخذاوش كلام البو مأخذ الجد مشى وحده فارع كالقتام تاع الرجارة حتى لين نحاه وبعده ومنها طل وغادي لقى قدس حجر، لكن بنت له أجزاء من روبة وفهم أنه مرته موجودة تحتك القدس متاع الحجر، وتأكد أن وقت اللي خرج خليها لابستها. ووقتها حب يهبط بنفسه باش يشوف، والبوليسية وقتها جاوا يجريو ومنعوه ما خلاوشي. بطبيعة الحال طلبوا تعزيز وكلموا الحماية المدنية. أمه فهمتي ولا لا؟ أمه اللي جابته يروح يطيش في رجارة ويزيد يطيش على بوردور تاع الطريق اللي هزت على الطريق هذيك الكبيرة هذيك تاع البوردور هذيك مع الطريق هذيك واحدة قد نكا فهمتي ولا، ويزيد يطيشها فوق منها وش بيك هذايا؟ أو غماها خلاص. في تتالي هالأحداث زوز كمين من الحماية الوطنية وصلوا لساحة الجريمة، وواحد من الأعوان هبط لك البلوعة واللي كان غرقها 3 متر، ودوب ما بدأ يبعد في هاك الحجر القى الجثة متاع الأم مدمدمة المسكينة الدم ديم بتأثير الحجر اللي طاح عليها، أو بالأحرى اللي رجموه بها أولادها الاثنين. المشهد كان بالطبيعة مؤلم لأعلى درجة لأنهم القاوها المسكينة في وضعية متاع حد يحب يحمي نفسه، إيديها فوق صدرها وراسها داير، معناها أولادها كي بداوا يردموا فيها بالحجر هي كانت في حالة وعي وحاولت المسكينة باش تدرق راسها. وباش ما ندخلوش أكثر في وصف الحالة متاعها، هكا الأم تم إخراجها من البلوعة، وحتى من أعوان الحماية المدنية والأمنين ما حملوش المنظر اللي شافوه. راسها كان مهشم، يدها مبتورة، وبدنها الكل جروح وتراضريت. بطبيعة الحال بعثوها للتشريح في مستشفى ابن رشد الجامعي. وفي الأثناء الأمنين مشاو للبيت اللي فيها أبناء الضحية، وغادي لقاو عادل في وضعية غريبة، منكمش بكله على روحه، راسه ما بين ركايبه وكأنه في غيبوبة. هزوه للسبيطار ومعاه أخته زادة اللي دوب ما سمعت أنه أمها تقتلت دخلت في غيبوبة. في هالتطور هذا من القضية شكون اللي هزته الشرطة باش يستنطقوه؟ بطبيعة الحال راس الهم دادة عيشة، معناها البو بالطبيعة، وهذه عادة موجودة في سبر الأمنيين متاع العالم الكل، لأنه في صورة ما إذا تتقتل المرأة أصابع الاتهام تتوجه مباشرة لراجلها، والعكس زاد صحيح. مختصر الحديث، هزوا هكا البو وبداوا يستنطقوا فيه. أول سؤال وجهوه له، علاش قتلت مرتك؟ هكا البو المسكين على ما تفاجأ ما لقى ما يقول، وهما هبطوا عليه بوابل من الأسئلة في جرة بعضها، وهو يتشفع ويقول لهم خاتيني راني كنت نخدم على روحي، روحت للدار ما لقيتهاش. وبالتوازي مع الاستنطاق الشرطة الفنية كانت ترفع في الأدلة المادية الموجودة على ساحة الجريمة، وأساسا البصمات، وكانوا زادا يحاولوا يعثروشي على بصمة جينية داخلك البلوعة وإلا في أي مكان آخر من الدار. لكن المهمة كانت صعبة، أعوان الأمن لاحظوا أن الأغراض الشخصية متاع الضحية يعني الأم اختفت تماما، لا لقاو الساكوش متاعها لا أوراق هويتها بما فيهم الصبات والحوايج اللي كانت تخرج بيهم، معناها الجاني أو الجونات هزوهم لها. لكن السؤال الكلاسيكي، لو كان جاو سراق راهم هزوا أشياء أخرين من الدار، علاش هكا الحاجات هذوكما اللي ما عندهمش قيمة كبيرة؟ وباش ما نطولوش عليكم بحديث، هكا البو المسكين وهو ملكوع على مريته ابقى في الإيقاف مدة نهارين تقريبا،
من بعد سيبوه، لأنه بكل بساطة اتضح أنه ما ينجمش يكون في أي حال من الأحوال هو القاتل. فيما يخص التقرير متاع الطبيب الشرعي، يقول أنه الأم بقات في وسطك البلوعة 14 ساعة، معناها تقتلت ما بين 10 و11 متاع النهار، وفي الوقت هذا البو كان يخدم بالشهادة متاع زملائه، وصغاره الأخرين زادة كل واحد يخدم أو موجود في مكان آخر. وبالطبيعة الأمنيين تأكدوا من الشيء هذا، يعني من عدم تواجدهم في الدار زمن وقوع الجريمة. والاثنين اللي كانوا موجودين في المحل هما فارس وعادل، معناها هما الوحيدين اللي نجموا يكونوا نفذوا هالجريمة أو عندهم فكرة على الشيء اللي صار، ولو أنه الشرطة ماهيش قابلة فكرة أنه هكا المرأة هذيك يكون ولادها قتلوها، وخاصة عملوا فيها هكا الأعمال الفظيعة. الأمنيين بقاوا يستناو في عادل حتى لين يخرج من السبيطار، ومن بعد جابوه للاستنطاق هو أخوه فارس. وأول سؤال توجه لهم: أمكم اتقتلت في الدار وطيشت في بلوعة وتردمت بالحجر، حدولنا المكان متاعكم، فين كنتوا؟ ما سمعتوا شيء؟ ما خرجتوش من البيت متاعكم؟ بتبيع السؤال متاع المحاقين ماهوش بريء، وإنما كان اتهام مباشر الفراس وعادل، معناها حبوا يقولوا لهم بعبارة أخرى أنهم هما اللي قتلوا أمهم وتخلصوا من جثة متاعها. ومن بعد واجهوهم بالأدلة المادية اللي عندهم الكل، وقالوا لهم اللي هما هزوا الحوايج متاع أمهم بما فيهم صباتها اللي تخرج بيه، ومعاهم الساكوش باش يوهم وعائلتهم بما فيهم الشرطة أنها خرجت من الدار وما رجعتش، لكن نساوا اللي أمهم وقت اللي تخرج تهز معاها المفاتح، وبحكم اللي هما موجودين في الدار معناها رجعت، ولو هذا ماهوش دليل. الأمنيين فهموا زادة وارتكزوا على أنه عادل وفارس كانت عندهم مشاكل نفسية كبيرة، وكي عداوهم على لجنة طبية فحصتهم وقامت بالتحاليل اللازمة القاوا عندهم مشاكل متأتية أساسا من الإدمان، من هالانهيار النفسي الحاد والعصبية المفرطة والعنف، واللي نجم يوصل حتى للقتل بحكم أنه المدمن أو اللي يبدأ تحت مفعول مخدر أو حبوب الهلوسة يفقد تماما الإحساس بالمحيط متاعه وينجم يعمل أي شيء بما فيهم أفعال اختيرة. وفي نهاية الأمر رغم اللي المحامين متاع عادل وفارس حاولوا باش يبينوا أنه الموكلين متاعهم عندهم حتى مسؤولية جنائية، معناها ما يلزمش تتم معاقبتهم، وإنما يتم إيداعهم في مستشفى أمراض عقلية على أساس يتعالجوا. القاضي رأى عكس هذا واعتبر أنهم في كامل مداركهم العقلية، معناها ما همش مختلين عقليا كما مشى في بال برشا ناس، وإنما هم اختاروا بمحض إرادتهم باش يتناولوا المخدرات وحبوب الهلوسة، معناها هم ضحية تجار السموم، واللي بالطبيعة الحكم باش يكون عليهم بالإعدام. وفي نهاية هالقضية الخوف، وكل الخوف هو أنه تجارة المخدرات وخاصة حبوب الهلوسة ربما البارونات متاعها ما عادش يستوردوها، وإنما يصنعوا فيها محليا، معناها عاملين معامل سرية وما عادش محتاجين باش يجيبوها من برا. ولهنا ما بقى كمش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.